فيما يتعلق بفيروس كورونا في العراق، معنا من بغداد الطبيب الأخصائي دكتور إبراهيم سليمان، أهلا بك. بداية، ارتفاع كبير في أرقام المصابين بالفيروس في العراق، هل دخلنا الآن مرحلة تفشي الوباء ومن غير الممكن السيطرة عليه؟ مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الرافدية. أهلا بك. سيدي العزيز، نعم احنا دخلنا بعدم السيطرة على الوباء في العراق، والأيام القادمة ستشهد صعود غير مسبوق بالإصابات. نعم. يعني الإصابات هسه بحدود 2000 6000، ممكن أنا بتقديري خلال هالأسبوع هذا يصل إلى 5000، وهذا ما يشيروا الأطباء. للمعلومة الطبية، الآن أغلب المرضى هسه من يجي للمستشفيات يراجع، نقول له حبيبي شنو الأعراض مالتك؟ قال هيك، احجر نفسك روح، لأن ما عندنا أسرة للأمانة، أسرة للرقود ما عندنا. فنقول له روح احجر نفسك، من يصير عندك فلان أعراض تعال. وإذا أجى وإجا سريع مال التنفس الرئوي النوم عليه. نعم. وإذا أجى سريع هو وربك. فهم علي، احنا كشوف الشعب العراقي كالعادي من الاحتلال هسه ما عندك كل ثقه بالحكومه واجراءات الحكومه. هسه اذا يقول لي منع التجول، انا ما عندي ثقه به، اقول هذا هدف سياسي. هذه الخلل بين المجتمع، بين الشعب العراقي وبين السلطه، فهمت علي، هو اللي خلى هاي الفيروسات والجائحه تشهد بالعراق. نعم دكتور إبراهيم، لو أردنا الآن أن نشخص الواقع بعيدا عن التهويل أو التهوين، باعتقادك هل تزايد أعداد المصابين وضعف الإجراءات الحكومية، هل هذا ينذر بسيناريو إيطاليا واحتمالية أن يتحقق في العراق مثلا؟ أكثر، نعم أكثر، ما عليه بالتهويل. أنا طبيب ودا أشوف الأحداث يوميا. تفضل. تتكلم عليه هذا التخبط من بدت الكورونا. نعم. كان كل، حتى وزارة الصحة ذاك الوزير طلعه بس حكى حكاية واحدة، قال أنا إيران ما رضت علي من سوت قطع الحدود مفتوحة. يا أخي هسه إيران يوميا 6000 4000 إصابة، يعني منطقة موبوءة. حبيبي أنت ليش تفتح الحدود؟ اغلق لي اياها. انتبهوا وياي، الزم مرخد. شوف البصره فوق المية، كربلاء فوق المية، النجف فوق المية، تفهم علي؟ هاي المحافظات اللي بدوا يدخلونها الايرانيين بالزيارات وما زيارات. نعم. نعم. دكتور، الان لا تتحمل الحكومه مسؤوليه ارتفاع اعداد المصابين خصوصا بعد فتح الحدود مع ايران وضعف اجراءات الحد من انتشار الفيروس، ماذا عن فكره فتح الحدود ومساهمتها بجعل الفيروس يتفشى في اوساط العراقيين؟ تتحملها كامله، هي مسؤوليه الدوله. للمعلومه، قبل 10 ايام، اي 10 اسبوعين، منظمة الصحة العالمية نفذت 3.5 ملايين ما يعادل، يعني أدوية وكمامات وحتى كتات مال فحص انطتنا. الدولة ما ساهمت إلى الآن ولا بعانة. نعم. هذا يعني ما الدولة ما تحب شعبها، نقطة الصدر. نعم، الدكتور إبراهيم سليمان الطبيب الأخصائي كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك.